تطرح الصواريخ الأمريكية المضادة للدروع والتي تم توزيعها في الفترة الماضية على المجموعات الموالية لواشنطن مخاوف جديدة من استخدامها في مواجهة الأليات الأمريكية. وقد تطرقت تقارير أمريكية إلى أن كثيرا من هذه الصواريخ استولت عليها مجموعات معادية لواشنطن بينها داعش والقاعدة، علما أن الولايات المتحدة تنشر 2000 عنصر في سوريا وزهاء 5000 في العراق و14000 في أفغانستان وآخرين في عدد من الدول الأخرى. الولايات المتحدة تواجه خطر صواريخها. تقارير صحفية أفادت أن منظومات الصواريخ المضادة للدبابات التي سلمتها واشنطن لحلفائها في الشرق الأوسط أصبحت الآن تشكل تهديدا مخيفا للقوات الأمريكية في المنطقة. مراقبون يرون أن الكثير من تلك الصواريخ باتت بأيدي تنظيمات إرهابية كالقاعدة وداعش، وذلك من خلال الاستيلاء عليها في معارك سوريا أو الحصول على صواريخ مشابهة يعتمد بعضها على نماذج أمريكية تنتج في دول كبلغاريا والصين. وكانت واشنطن قد قدمت عام 2013 صواريخ من نوع ATGM إلى المقاتلين المعارضين لنظام الأسد في سوريا، إلا أن الرئيس دونالد ترامب قام بوقف توريد الأسلحة بعد 4 أعوام بسبب تقارير عن وصولها إلى أيدي مقاتلي تنظيم القاعدة. محللون عسكريون أكدوا إمكانية أن تواجه واشنطن نفس الصواريخ التي وزعتها في الشرق الأوسط، صواريخ يتم توجيهها إلى الهدف من خلال جهاز تحكم عن بعد. خبراء عسكريون يؤكدون أن واشنطن تسعى دوما إلى تطوير حماية دباباتها، لكنها تعجز غالبا عن التعامل مع خطر هذه الصواريخ، مما يضع مصالح الولايات المتحدة في خطر حقيقي، خطر بات يهدد الوجود الأمريكي في المنطقة، خاصة مع وجود 2000 جندي في سوريا و5000 في العراق، إضافة إلى 14000 جندي متواجدين في أفغانستان. أسلحة باتت متوفرة بشكل واسع في ميادين الحرب في الشرق الأوسط، والسبب في ذلك بحسب خبراء هو السباق المحموم بين الدول لتسليح وكلائها في المنطقة وإغراقهم بالسلاح الوفير. ينضم إلينا الآن من واشنطن مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لورنس كورب. سيد كورب، مرحبا بك معنا. تقرير خطير في الحقيقة تم النشر في الآونة الأخيرة يتعلق بهذه الصواريخ المضادة للدروع. دعني فقط أشرح باختصار ما هي هذه الصواريخ. نتحدث عن ATGMs، هذه الصواريخ تطلق من مسافة تصل إلى ميل أو أكثر بعيدا عن الهدف، تستطيع خرق مدرعات بسماكة 3 أقدام، يعني نتحدث عن مدرعات مصفحة بشكل كبير، وأيضا بالإمكان توجيه هذه الصواريخ بعد إطلاقها بنظام يشبه ألعاب الفيديو، يعني يمكن استخدامها بسهولة، فعاليتها عالية جدا وقوتها التدميرية أيضا عالية جدا. أولا، كيف وصلت برأيك هذه الصواريخ المضادة للدروع إلى أيدي هذه المجموعات؟ ما حدث في سوريا هو أنه بعد استخدام الأسد كل هذه القنابل المتقدمة والفظيعة من صنع روسي ضد الثوريين، قمنا بتسليحهم، ولكن بعد ذلك قرروا ألا يقاتلوا إلى جنبنا بل ينضموا إلى داعش والقاعدة، وهكذا وصلت الصواريخ إلى هذه التنظيمات. وهذه ليست أمور جديدة. عندما كنت في منصبي وكنا نحارب السوفيات في أفغانستان، كنا دوما نفكر في الأسلحة التي يمكن تزويدها للمجاهدين، وأعطيناهم أسلحة متقدمة، ليس فقط صواريخ مضادة للدروع ولكن أيضا للطائرات، ورأينا أن انتهى بها المطاف في أيدي القاعدة بعد أن عدنا. ولكن في حالة أفغانستان، دعني أفتح قوس هنا، في حالة أفغانستان تم تزويد ما كان يسمى بالمجاهدين آنذاك الذين يقاتلون الاتحاد السوفيتي بصواريخ ستينجر، وهي صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف، وكانت سبب رئيسي
في إحداث فارق كبير في نتيجة العمليات العسكرية هناك. صحيح، وأعتقد أن كان هناك أمال بأننا إذا وفرنا هذه الأسلحة المتقدمة للمتمردين، بعضها صواريخ مضادة للدروع يمكن أن تعبر أكثر من ميلين وتخترق آليات مصفحة، أن هذا سوف يساعد في الحرب ضد أسد. ولكن عندما اتضح أنه بمساعدة روسيا الأسد سوف يفوز، فالكثير من المتمردين قرروا أن ينضموا إلى صفوف داعش والقاعدة. وعندما ذهبنا لمحاربة داعش في سوريا والعراق استخدموا هذه الأسلحة ضدنا. الشيء نفسه حصل في الموصل، فقد سلحنا القوى العراقية هناك، ولكن عندما هجم داعش فهم غادروا، هربوا متخلين عن أسلحتهم، وهي أسلحة استخدمت ضد الجنود الأمريكيين. وهنا تكمن المشكلة سيد كورب، يعني عندما تؤيد الولايات المتحدة مجموعات قتالية في عمليات عسكرية ما، هي تزودها بأنظمة سلاح معينة لتحقيق التفوق، ولكن في هذه الحالة يعني بدأ واضحا أن الولايات المتحدة ترددت، هل نزود هؤلاء المقاتلين بأسلحة نوعية تحدث فارق في العمليات العسكرية أم لا؟ وقرروا في النهاية أن يزودوها ربما بهذه الأنظمة التي هي يعني أقصى ما وصلت إليه التكنولوجيا، ولكن لم يتم تزويدهم بأكثر من ذلك. هل كان قرارا صائبا برأيك عدم تزويد المقاتلين في المعارضة السورية بأنظمة أكثر حداثة، ستينجر على سبيل المثال؟ Well, I think basically if you أعتقد أننا إذا كنا سوف نقوم بذلك يجب أن نقيم المخاطرة ونعرف إمكانية وقوع هذه الأسلحة في الأيادي الخاطئة. عندما كنت في منصبي كما قلت ترددنا بتزويد المجاهدين بهذه الأسلحة، ولم يكن القادة العسكريون يودون تزويدهم، ولكن كان قرارا سياسيا. والشيء نفسه حدث هنا عندما الرئيس أوباما لم يكن يود أن يتدخل في هذه الحرب الأهلية وزود المتمردين بالأسلحة المتقدمة تحقيقا للهدف المنشود. ولو كان السؤال طرح على القادة العسكريين لكانوا نصحوا بعدم القيام بذلك، وقالوا أن هذا متوقع عندما يتم تزويد المنطقة بالأسلحة. طيب، بالعودة إلى هذه الصواريخ سيد كورب، الـ ATGM، هذه صواريخ لها الآن مخاطر على القوات الأمريكية. هناك 2000 مقاتل تقريبا بآلياتهم ومعداتهم في سوريا، نتحدث عن 5000 في العراق و 12-14 ألف في أفغانستان وغيرهم. إلى أي مدى هذه بالفعل الآن تشكل خطورة مباشرة على القوات الأمريكية؟ هي تهديد مباشر بطبيعة الحال لأنها أسلحة متقدمة للغاية، قمنا بتطويرها لمحاربة القوى الكبرى مثل الاتحاد السوفيتي السابق أو روسيا أو الصين، وإذا ما وصلت إلى المجموعات الخاطئة فيمكن أن تشكل تهديدا علينا وحلفائنا. نتذكر أن ليس الولايات المتحدة فقط وحدها في سوريا، بل هناك حلفائنا ويمكن أن تستخدم هذه الصواريخ ضدهم. بحسب معلوماتك سيد كورب، هل هناك يعني أسلحة مضادة لهذه الصواريخ يمكن من خلالها يعني مواجهة مثل هذه الاعتداءات باستخدام هذه الصواريخ؟ بحسب المعلومات المتوفرة إسرائيل تطور أسلحة مضادة للـ ATGMs، بإمكان العربة المدرعة أن تستشعر قدوم الصاروخ وتطلق عليه صواريخ مضادة. هل هناك أسلحة أنظمة من هذا النوع في لدى القوات الأمريكية في سوريا والعراق؟ نعم، هي متوفرة للجنود الأمريكيين ولكن ليس للجنود الأجانب الذين نسلحهم، وهذا ضروري لأنه لا نود من هذه المضادات أن تصل إلى هذه المجموعات الأخرى مثل الصواريخ. طيب، دعني أسألك في النهاية عن موضوع آخر أيضا له علاقة بهذه الصواريخ. هناك الآن صواريخ كثيرة
تشبه إلى حد ما هذه الصواريخ، صناعة بلغاريا، الصين، فرنسا، إيران حتى وروسيا تطور صواريخ منسوخة إذا جاز التعبير من هذه الصواريخ الأمريكية. إلى أي مدى أيضا هذه مخاطرة أن تقوم كل هذه الدول التي تسعى إلى تسويق أسلحتها بنسخ وهذه التكنولوجيا الأمريكية؟ صحيح أن هذا موجود، وهذا يعود إلى الحرب الباردة عندما كنا نحن والاتحاد السوفيتي لدينا سباقا في تطوير الأسلحة التقليدية والنووية، والآن تشارك الصين في مثل هذا السباق استعدادا لاحتمالية حدوث أي مواجهة معنا. ولدينا دول مثل بلغاريا التي لا تزال لديها أسلحة من السابق، وهناك من هو مستعد لإرسال هذه الأموال، هذه الأسلحة وبيعها لجني المال، ونرى زيادة كبيرة في بيع الأسلحة من حول العالم، خاصة الأسلحة إلى الشرق الأوسط. ورأينا أن الرئيس ترامب قد تحدث عن الأسلحة التي يبيعها من حول العالم، عندما تبيعها أنت تفقد السيطرة عليها. شكرا لك لورنس كورب، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، كان معنا مباشرة من واشنطن.